يلا فرح بقى، يلا طيب فرح. يلا يا يحيى بقى، عامل لنا حاجه يا يحيى، حرام يلا عليك. بقى ايه فايزه وايه؟ الحاجه يلا يا يحيى بقى، نقول شغلهم ايه؟ بقى يا عرب يحيى عليك، بقى، عرب خلاص عليك، بقى اعمل لهم شريط. اكذب عليك ولا بقول لك عايز؟ انا ممكن اغير لا لا، اللي انت جوانا عايزه. جوانا 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 الحب فيك يا جاري. الحب فيك يا جاري، ماشي. الحب فيك يا جاري، من حبي فيك يا جاري يا جاري، من زمان بخبي الشوق وداري لا يعرفه الجيران. من حبي فيك يا جاري يا جاري، من زمان بخبي الشوق وداري لا يعرفه الجيران. وخبي الشوق وداري أداري لا يعرفه الجيران. لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم، لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم، قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا تدور حواليا. معرفش ان كنت انا رايحة، معرفش ان كنت انا جاية. واخبي الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران. يعني انا، انت معاك كنز، انت معاك كنز. العيلة كلها كنز. لا لا كنز، العيلة يعني كلها. طب واخواته، اخواتهم جميلة، اخواته كمان كلهم طب يعني انت ما بتفكرش مثلا تعمل لهم مثلا اغنية واحدة مثلا، او فرقة؟ لا فرقة صعبة، فرقة صعبة. اغنية واحدة مثلا بطريقة معينة، حاجة من أي من اغاني مثلاً، من اغاني زمان القديمة بتاعت الوالد او كل فترة تعملوا اغنية كده وتسجلوها. كنا كلنا نغني، وعم محمد الموجي الله يرحمه كان يبقى موجود، كل واحد بيعزف آلة بيعزف، واللي بيغني بيغني، وعم محمد يقعد عامل كده. قولي يا اولاد الايه، كلكم صوتكم حلوة، الاغاني بتاعت زمان بتاعت عائلتنا، يعني بالزبط. موجي وحلمي امين، نغني تاني اغانيهم بشكل جديد. طب على ذكر بقى الاستاذ الموجي وماما، ماما شبه منى. ايوه ماما مين فيهم بالظبط؟ ماما ام امين. ايوه ام امين. ام امين كان استاذ الموجي معروف ان هو يعني الستات بتحبه طبعا، وهي كانت ست عاقله جدا جدا جدا. اما منى حكيت لي هي كانت بتعمل ايه، فاكره؟ انت ما صدقتيش بجد، ست ممكن حكيمه وعقل ابهري. ممكن ابهرك اكتر. يعني ام امين كانت بتعمل ايه؟ نقول لها ماما، تقول لها بابا اتجوز عليكي. لا بتقولها كده، سيبوه هيلف لفته وهيرجع، سيبوه عشان انا مش عايزه انكد عليه، وده حساس بيعمل مزيكا لمصر. الله حبيب قلبي، ف ده مصر. كانت ست جميلة. انا مش انا ههد مصر لو انا لازم ركبت يعيش عليه حالة.